أن هذه المواد أوتي بها إلى بيروت واستخدمت في ضرب المدن والقرى السورية بالبراميل عبر الطائرات بدل السلاح الكيماوي الذي آنذاك كما تذكر بال2014 سحب من سوريا بعد اتفاق أوباما مع بوتين. ما بيجوز للسيد حسن مع كل حبتي له، ما بيجوز أن يملي علينا بخطابه أول أسبوع الماضي حول أنه طيب فلننتقل من التحقيق إلى التعويض، وكأنه دمر بيروت ودمر وراحوا الضحايا فلننتقل إلى شركات التأمين. هذا مش حلو لياقة وأخلاقيا للسيد حسن، مش حلو. بس نصيحة، هل القضاء الدولي هو خيار متاح؟ القضاء الدولي متاح، بس بنفس الوقت كمان رفع التهديد أو الوصاية عن القضاء اللبناني، أيا كان. ما بيجوز عم ندمر القضاء اللبناني لمصالحنا السياسية أو لمصالح البعض السياسي، لأنه بالأساس هذا براجع أستاذنا الكريم، هل معترف بعض بالكيان اللبناني أو الكيان اللبناني أصبح مساحة جغرافية فقط للصواريخ لجمهورية إيران الإسلامية؟ هذا سؤال أكبر وأهم. عم نشرع قوانين مع الرئيس بري، بس كيف عم تطبق؟ ما فيك تطبقها، ما عندك الحد الأدنى من السيادة، لا على حدودك لا على المرفأ لا على المصنع، ما عندك شيء. ما نضحك على بعضنا. بس على الأقل على أيام الدولة السورية كنا دولة ملحقة صحيح، بس كنا دولة. اليوم بطل في بقايا دولة. أوف، بشوفنا يمكن نصر الله سيد حسن، تعترفوا ببقايا هالنظام؟ تعترفوا بالكيان اللبناني أم ما في كيان لبناني، في شيء ملحق بالإمبراطورية إيران؟ هذا السؤال. هل نحن حوثيين هون بلبنان؟ هل نحن عصائب الحق في العراق؟ أعطونا جواب.